ازيك يا شعب؟ ده قمح اللي كاتب فيه صلاح جاهين. القمح مش زي الذهب، القمح زي الفلاحين، عدان نحيله جدرها بياكل في طين، زي اسماعيل ومحمدين وحسين ابو عويضه اللي قاسى وانضرب علشان طلب حفنه سنابل رياها كان بالعرق، عرق الجبين. القمح زي حسين يعيش ياكل في طين. ما علينا. وده عيش اللي بيطلع من القمح، ده عيش من ابو 5 قروش، وده عيش من ابو 25 قرش، ده عيش معمول من دقيق مدعوم، وده عيش معمول من دقيق مدعوم برضو، بس بيتسرق وبعدين بيتدعم. لا، هو بيتدعم وبعدين بيتسرق. بصوا، هو بيتدعم وبيتسرق الاثنين مع بعض. علاقة المصريين وطيدة برغيف العيش بتاعهم من أول اسمه. كل عرب بيسموا ده خبز، احنا نسميه عيش، جاي من العيشة نفسها، من الحياة. بنسمي الشغل كمان أكل العيش، وبندلل على صعوبة الحياة بأننا نوصف أكل العيش بأنه مر، مش سهل إنك تحصل عليه. بنستعمل العيش في إسكات الناس أحيانا، ودعوتهم من الصهينة والكروتة وعدم التدقيق أحيانا أخرى. نقول له كل عيش وأنت ساكت. وفي نفس الوقت لما المصريين عملوا ثورة قبل الحرية والعدالة قالوا عيش. لا، علاقة علاقة يعني. أنا شخصيا سافرت بلاد كتير في الدنيا وكلت عيش كتير، بحب العيش أنا، بس برضه الرغيف البلدي له مكانة في قلبي لا يقدر على انتزاعها أي رغيف تاني، في الغالب زي كل المصريين. تحب تقول إيه لرغيف العيش؟ أقول له أنت مظلوم معانا، الاسم بس رغيف عيش، ولا أنت لا تنفع رغيف عيش ولا تنفع حاجة. هو يا ريت الحكومة تغليه شوية بس يحسنوا لنا ان اللي بياكل الرغيف ده بني ادم. بالنسبه لرغيف العيش اللي هو ابو شيلين ده، احنا اصلا ما بنشوفوش، ان هو بيشتغل ساعه في اليوم او ساعتين وبنرجع تاني العيش ابو ربع جنيه ونص جنيه. وحرام واحد يكون عنده اسره 5 6 عيال ويروح يجيب رغيف بجنيه. طب ده هيعيش ازاي؟ ولا هيعمل ايه يعني؟ بقول له رغيف العيش انت فين يا رغيف العيش؟ انا مش شايفك، انا مش شايفك والله. نفسي في الرغيف بتاع زمان، الرغيف الكبير اللي كان بيشبع عيله بحالها، يعني اللي عنده 3 4 عيال عايز 3 جنيه عيش. رغيف العيش زي ما هو بربع جنيه زي ابو شيلين، وكل حاجه زي ما هي، ما فيش حاجه بتتغير. انا بفضل العيش بتاع التموين اللي هو تبع وزاره التموين ابو 5 ساغ. العيب مش فيك انت، العيب فينا احنا بجد، احنا اللي ظلمناك معانا، مش انت اللي ظلمتنا، احنا اللي ظلمناك معانا. مشكلة العيش المصري بتنقسم لقسمين أساسيين. الأول مشاكل رغيف العيش نفسه، اللي هي نفس مشكلة كل حاجة تانية في مصر، مفيش رقابة جودة، وفي كروتة وسرقة واستهبال واستعباط وكده. وثانيا اللي هي بتيجي قبل أولا مشكلة القمح اللي بنعمل منه العيش. مصر أول منظومة زراعية في التاريخ، بلا بتزرع قمح من يوم ما اتخلقت، وفضلت تزرع ما يكفيها من قمح ويفيد طول عمر الزمان. في العصور الحديثة بقت دولة مصدرة للقمح لما كان عدد السكان مناسب لمساحة الرقعة الزراعية، لكن فضل المصريين يزيد عددهم أسرع بكتير من قدرة رقعتهم الزراعية دي على التحمل، والرقعة الزراعية دي نفسها حصل لها مشاكل كتير. ومع استهلاك المصريين العظيم للعيش وعلاقة الحب العميقة جدا اللي بتربطهم برغيف العيش البلدي بتاعهم، بدأت المشكلة تبان وتكبر تدريجيا لحد ما بقت معضلة حقيقية. في 1910 كانت الرقعة الزراعية المصرية 4 مليون فدان، بيأكلوا كانوا 10 مليون نسمة. في 1980 الرقعة الزراعية بقت 6 مليون فدان، بيأكلوا 40 مليون نسمة. وسنة 2010 بقت الرقعة الزراعية 8.5 مليون فدان، بيأكلوا 84 مليون نسمة. يعني نصيب الفرد من الرقعة الزراعية تناقص خلال 100 سنة من فدان لكل 2.5 مواطن إلى فدان لكل 10 مواطنين، يعني تقريبا للربع. المصريين بيستهلكوا قمح كتير في منظومتهم الغذائية، 190 كيلو في السنة للفرد الواحد، 3 أضعاف المعدل العالمي. من المشاكل اللي بتواجه القمح المصري إنه من أكثر المحاصيل بتستهلك مية، وإحنا ناس أصلا عندنا مشكلة مية كبيرة. لكن أكبر مصيبة بتواجه مشكلة العيش هي الدعم. في 2012 تقرير منظمة الغذاء العالمي قال إن أكثر من 30% من منظومة دعم العيش المصري اللي بتكلف الدولة 22 مليار جنيه في السنة الواحدة بتروح لغير مستحقيها. ده زائد ال 20% قيمة الهدر من القمح المتخزن نفسه قبل ما يبقى عيش. يبقى إحنا بنهدر 11 مليار جنيه كل سنة في القمح والعيش بس. علما بأننا بالمناسبة الدولة الوحيدة في العالم اللي بتدعم العيش، وعلما بأننا بنستورد النهارده حوالي 51% من القمح اللي بنستهلكه. بالمناسبة برضو احنا الدولة اللي بتستورد قمح ربع اللي بتستورده كل القارة بتاعتنا. مالها بقى منظومة الدعم؟ زمان كانت المشكلة كالآتي: الدولة عشان تدعم رغيف العيش كانت بتبيع المخابز شوال الدقيق بسعر مدعوم اللي هو 15 جنيه، عشان مخبز يعمل بيه عيش ويبيعه للناس. قوم ايه؟ يروحوا اصحاب المخابز عايزين يكسبوا، فيروحوا عاملين عيش فعلا بشويه من الدقيق اللي اشتروه ويبيعوا باقي الدقيق. شويه الدقيق اللي خدوه من الحكومه ب 15 جنيه كانوا بيبيعوه في السوق السوداء ب 220 جنيه، حاجه فل جدا. دلوقتي بقى في نظام جديد للدعم عملته حكومه الشام قنديل عشان تحاول تحل بيه المشكله. خلت المخابز تشتري شويه الدقيق ب 200 جنيه عشان ما يبيعوهوش، واخرت الدعم اللي بياخدوه لبعد ما ينتجوا العيش. بعد ما يعمل العيش ويبيعه الدوله تديله 35 قرش على كل رغيف، الفرق بين التكلفه الحقيقيه اللي هي 40 قرش وسعر البيع المدعم اللي هو 5 قروش. موضوع معقد كده هوفر عليكم تفاصيله. المهم يعني الحكايه دي ما نفعتش، والمخابز اللي عايزه تسرق دقيق المدعوم عشان يبيعوه عندهم طريقه برضه يعملوا بيها كده، وكله تمام التمام. هات يلا. طيب انا كنت عايزه اتكلم على فكره ان احنا طول الوقت بنشتكي من انه انتاج القمح عندنا مش كفايه، فلازم نشوف بدايل. بس في مشروع حصل في مصر في التسعينات اسمه المشروع القومي الانمائي لتطوير البيئه الانسانيه بصحراء مصر. المشروع ده طويل شويه ودي التسميه الحكوميه لما بقى مشروع قومي، لانه اتحط في خطه الدوله سنه 90. الان على المشروع ده دكتوره زينب الديب، هي دكتوره انثروبولوجي، ومعاها باحثين مصريين من مركز البحوث الزراعيه والصحراء وهيئات المساحه والجيولوجيا. تمام؟ المشروع اللي متحط في خطه الدوله كان الهدف، يعني هدف من اهدافه هو زياده انتاجيه القمح. واشتغلوا في 28 محافظه على مساحه 42000 فدان. هم طوروا بذره القمح جينيا، دمجوها مع بذره القمح المكسيكيه المصريه مع المكسيكيه، فبقى الفدان بدل ما بينتج 12 ل 15 اردب قدروا يخلوه ينتج من 24 ل 35 اردب. المشروع ده حصل من 94 ل 97. في 97 الحكومه قررت تخصخصه، وقررت انه بدل تديه المستثمرين، بدل يبقى مشروع قومي، فالمستثمرين قرروا ان هم يزرعوا نباتات عطريه بدل القمح. بس هو اصلا يعني الدوله عامله مشروع عشان تزود انتاجيه القمح، فراحت مدياه هو نفسه مشروع القمح اديته للمستثمرين؟ بالظبط، ده في عهد يوسف وائل. كويس. فده حاجه مش مفهومه جدا. الست دي بعد كده حاولت كتير تعيد احياء هذا المشروع، وراحت لعصام شرف في 2012 على عقد تعيين المشروع ده انه يرجع تاني يبقى مشروع قومي. هم الناس اللي عملوا كده برضه ولا عملوا ايه؟ يعني قعدوا يكملوا قمح؟ مين اللي خدوا المشروع دول؟ ما هو ما حدش خد مشروع، هو دلوقتي هو تم تجميده، وبعدين هي مؤخرا عملت مؤسسه اهليه عشان تفضل تعمل ده بس على نطاق ضيق جدا. كويس. عرفنا انه بديهي يعني ان اللي يعرف يزود الانتاج يتفضل يزود. بالظبط، او نفهم يعني هو ايه اللي بيحصل في المشروع ده. بس هو في مشكله في ظل الانتاج الموجود عندنا، يعني اوريدي موجود في مشكلتين. اولا مشكله التخزين، يعني احنا عندنا لازم الدوله تساعد الفلاح اللي بيعمل القمح، لان يعني بنهدر حوالي 15% من انتاجنا بتاع القمح اللي هو حوالي 1,000,000 طن تقريبا. هو اللي بيتكلم 20 من اللي احنا بننتجه، نص اللي احنا بننتجه ونص من اللي احنا بنستورده، ودول على بعض يطلع منهم 20% بيروحوا بالظبط في الوباء. ففي يعني الدوله محتاجه انها تساعد الفلاح في موضوع التخزين. تاني حاجه وده مهم جدا، المفروض ان هو الافران البلدي اللي بتعمل عيش بلدي، الرغيف المدعوم اللي بيروح للناس محدود الدخل. طيب بقول لكم يلا نتكلم على موضوع الدعم ده بقى. يلا دلوقتي اي حد يذاكر موضوع العيش ده زي مواضيع ثانيه كتير، بس خلينا ناخد مثال بتاع القمح والعيش. انا بس عايز اتكلم النقطه دي، اي حد بس هيذاكر هيلاقي انه عايز يوصل لهنا. انا تعالوا ننقل الكلام على ازاي نعمل كده. الموضوع ده جدا، هو السؤال هو ليه العيش مدعوم؟ العيش مدعوم عشان الناس فقراء. ركزوا بس، ركزوا عشان نمشي قدام. العيش مدعوم عشان الناس فقراء ومحتاجين دعم. اكتر من نص الشعب المصري تحت خط الفقر دلوقتي. الدعم بيخسرنا 11 مليار جنيه في السنه، يعني مش كلهم من الدعم، بس يعني في الهدر بتاع ال 20% قمح، والدعم نفسه ده الرقم اللي متقال من عند الامريكان 30% من الدعم اللي انتم بتقصدوه ده ما بيروحش للناس اساسا ياكلوا بيه. فاحنا دلوقتي مع فرد في 11 مليار جنيه المفروض ان بيتصرفوا على دعم العيش. تعالوا نفكر ازاي الدعم ده نوصل للفقير عيش بسعر كويس، وما يبقاش العيش ببلاش كده، عشان هو ما ياكلش عيش كتير اولا، وعشان ايوه نعمل ازاي بقى؟ انك ممكن تدعم حاجه مفيده ليه شويه اكتر من العيش، يعني خضار مثلا. ليه الخضار او الفاكهه ما يبقوش مدعمين؟ يعني يبقى في عيش ليه سعر معين مش غالي. هو نظريا مش عارف الجمعيات الاستهلاكيه وكده مش بتبيع برضه خضار وفاكهه. ايوه بس في حاجه ان الناس فقراء جدا زي ما احنا عارفين في بلدنا، فهو بالنسبه له عنده ثقافه ان انا محتاج اصحى اكل عيش عشان اكمل يومي، عشان اشبع، مش اصحى اكل خضار عشان يبقى اخد التغذيه المفيده. هي دي برضه ثقافه في دماغه، عشان هو كالعاده عايش اليوم بيومه، فهو مجرد عايز طاقه ويروح الشغل. برضه مع فرق دلوقتي بالارقام دي، احنا لازم، واحنا بدانا، ما احنا برضه مش خلقه عن العالم كله يعني، وانا الدوله الوحيده اللي عندها فقراء في الدنيا، احنا اكتر دوله بتصرف فلوس في الدنيا على موضوع دعم العيش ده. طب انت جزء الدعم ده لازم يبقى فيه عليه مراقبه، لان الدقيق المدعوم ده بيروح، يا ريت ما هم بيحاولوا بالظبط، حاجات افرنجي بتروح وفنادق ومطاعم كويس، والحلوانيه بيشتروه وبيودوا. ما هو برضه الشعب الفقير ده، الموظف الغلبان ده بيروح عشان يراقب ان المخبز ما يبيعش، بيروح هو المخبز مدخله معاه في المنظومه. طبعا اللي فاسد بالظبط يعني انت عارف دلوقتي، انت عارف انه المشكله دي كده لازم تتلغي، بان الحاجه الدقيق ما يبقاش عنده سعر. خلينا نبدا بانه انت قلت ممكن نوفر 11 مليار جنيه لو احنا يعني منعنا السوق السوداء. طب ما نبتدي بده، يعني نمنع، نفكر في خطوات تمنع السوق السوداء، تمنع انه الدعم يروح لناس ما يستحقوش. طب ليه ما ندورش على بدايل الدقيق الابيض؟ يعني ليه ما ندورش؟ ما اكيد عندنا حاجه بدل الدقيق الابيض نعمل بيها. الدقيق ده البدايل بتاعته حكومه الصبح هتدور عليه، احنا خلينا مش لما سعر القمح، زاد هم صغروا في حجم الرغيف بدل ما يودوا له السوق السوداء. يعني مش مشكله سوق سوداء وبس، مشكله ان انت مش عارف تراقب عليهم. نفس المشكله في كل حاجه. تعمل افران او مخابز كويس، تدي يا اما الحكومه الدعم زي بتاعت البنزين، يا اما الحكومه. انا مش مع ان الحكومه تقعد تخبز يعني، بس يعني الفكره انه عايز تعمل منظومه توزع العيش على الناس، تقدر توزع العيش على الناس، تخلي في سعرين، هيفضل في ناس تدخل في النص تسرق الدعم. لا انت كده يعني انت لازم تعمل كنترول، فما ينفعش تلغي الدعم خالص، بس ممكن تعمل كنترول زي مثلا بيقول موضوع الكارت بتاع البنزين ده، بقى فيه، هيبقى فيه كنترول كويس. ما انت بالكارت ده معروف انت اخدت ان في المنظومه دي مفيش سعرين، في سعر واحد بس، في شيء تاخده معاك توريه لهم، انا على فكره هتعيش بتاعي ومديك عيش بتاعي، او انا على فكره هات فلوس انا هروح اشتري عيش، او اشتري بقى جبنه وكل حاجه. بس انت ما حلتش مشكله ان انت بتاكل الناس حاجه مش مفيده. لا بس معلش في حاجه من الاول، بلاش اتكلم من الاول وبعد كده. لا مش بس على فكره، بس ممكن احنا ابتدينا على اساس ان هم بياكلوه كتير عشان هو ببلاش ورخيص. لا هو انا اغلبنا مزاجنا ان احنا عايزين العيش مع الفول والطعميه والجبنه والكذا والكذا، هو ده مزاجه، هو عمل ايه ان انت تاكله، فبرضه في جزء كده. بس الناس عندك في مصر بتعمل سندوتشات محشي وسندوتشات مكرونه وسندوتشات كشري، كل حاجه بالعيش بقى، ما عندهمش حاجه. وعشان بيحبوا العيش على فكره، مش عشان بس فقراء، هم بيحبوا العيش. هو عنده على فكره العيش كمان بيحبوه. اسمع، الحكومه رجلك يمين، ايوه كده، انا احب قوي رجلي يمين لما تيجي لوحدها من غير ما حد يركز. منور مقر حكومه نص الليل. والله انا سعيد جدا موجود هنا. اتفضل. طبعا انت صديق من اصدقاء الحكومه، ففي اي وقت تحب تيجي يعني تشرفنا. من اصدقاء حكومه نص الليل. حكومه نص الليل طبعا.